عندي ولادي ما يجيش يراقبوني، بنتي تلاقيتها مع رجلها والله العظيم ولدي قسم مرجان مرجان هي هي ورجلها بلا بوسيت وهادي الرجل يتمشي على البسكليت عند لا بوسيت حتى فات رجلها وكذا والخير دار فيها وكذا عمي واودي ما شتونيش معليش من بعد اباك ودرت هاك اوبا وكذا والخرين يا بنتي لا تليفون لا هادي لا هادي بتعرفيش باك في فرا وليت ما كان عندي جوخ كان عندي جوخ انا لما درت ثلاثه ديال الكوميديه وانا عواد والميزان حي مثلا راه تفرعطات حسن حسين مثلا على خليك بحزن يا حسين راه تفرعطات المختار يقول لك انا الملك ديال الرقاده حسن الحسين يقول لك انا هو اللي خرجت الرقاده فين الرقاده فين راه الرقاده خرجت من الجيري انا قبيلة كان عندي العود تقعد معايا على السداري ونعزف ندير لك شي تقاسيم والله ما تخرج يا سلام لانه جيت نعلقو وذاك الخيط اللي باش نعلقو كان مرخوف وهو طاح تهرس العود اييه دابا خصك عود جديد ودابا باش نشري العود ما عنديش اكزاكت اكزاكت بلادي هادي كبرت فيها تزاديت فيها بغي الناس يرحمونا هذا هو اللي كاين. السلام عليكم خوتي حبابي تبارك الله عليكم في هذا الفيديو الجديد معنا ضلع البارودي فنان ابن منطقة بركان تبارك الله فنان كبير غادي نديرو معاه واحد الجلسة فنية نتكلموا شوية على الفن ياك السي البارودي نتكلموا شويه على الحياه الفنيه ديالك وكيفاش يعني الوقائع اللي وقعوا لك يعني وكاين مجموعه من الاحداث ان شاء الله اللي غادي نتكلموا عليها الان في هذه الجلسه الفنيه ومن بعد نتكلموا ان شاء الله على الوقائع اللي وقعوا لك ان شاء الله صافي السي البارودي كبر بك ولدي الله يكبر بك ولدي الله يكبر بك ولدي السي البارودي تفضل السي البارودي الله يكرمك ولدي الله يكبر بك كيفاش كانت البدايه ديالك في العالم الفن عالم السنه باش عالم الفن 72 في العالم شريت العود على السي خضراوي الله يرحمه استاذ بن رشد شريت عليه العود ب 7000 الله اكبر الله يلا هذه هي البدايه عجيب ما كنتش نعرف نضرب العود ولا هادي وشريت عليه داك العود وكان في المكتب كنا ساكنين في المكتب نعم حي المكتب حي المكتب كنت السرح راح من تما وهادي وكذا وبالخير وانا داك العود شاد وكذا وبالخير وجا عندي واحد الشيباني راجل كبير ذاك الوقت قال لي ولدي حتى هادي خبيزه صافي تما شديت العود وكذا والخير وهادي حطفت عليه كنت نمشي نجلس مع شي دراري كان مزيان ميغو بوليسي كان بوليسي عندنا هذيك الوقيته ولدي شهاده في 77 72 30 لا ما كانش ولدي ما كانش لا ما كانش حتى في وجده ما كانش كان غير في الدار البيضاء كان المعهد رنيت عليه مزيان تعلمت شويه البركه ديال الله سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله شكون الفنان
الفنانين اللي كنت كتسمع لهم اللي تشبعت بهم وما تقلدهم ولا شيء؟ اه يا ابراهيم العلبي، اسماعيل حمن، سي عبد الهادي بالخياط، تسمع لهم بزاف، تسمع لهم بزاف بزاف. ديك دوري مي فا سو لا سي دو بقيت في العقل ديالي، كنت نعزفها ما عرف فين حتى صباعي ما عرف كدا ولا خير، وقد التقاسيم وكدا وخير، كنت نموت على التقاسيم. التقاسيم نموت عليهم ولدي، بغي نقسم بزاف سيرتو الروحانية تا ولدي. لا حول ولا قوة. الفنانين اللي خدمت معاهم يعني بزاف بزاف بزاف. نو اكزاكت ولدي. ايا مثلا راه تقرا اطفال حسن حسين مثلا. انا خليف بحسن حسين. راتي فرع فدا و راتي فرع فدا فنانة. كنت مع حسن حسيني كذلك؟ و خدمت مع ولدي، خدمو داكشي ديال الرقادة وكذا وهادي ماشي شي حاجة لا لا ولدي لا. المختار يقول لك انا ملك ديال الرقاده، حسن الحسيني يقول لك انا هو اللي خرج ديال الرقاده. فين الرقاده؟ فين راه الرقاده؟ ما كايناش الرقاده، خرجت من الجيري وليت ما كان عندي جوق، كان عندي جوق انا لما درتش ثلاثه ديال الكومانجيه وانا عواد والميزان حي، ما كان عندي الكراج سيكليست. المهنة ديالك كانت باغي سيكليست ودي والموسيقى. هاهي هاهي انا علمت اجيال انا والله لا دي سيكليست. شكون هاد الناس هذا؟ تقدر تقول لنا اسماء فلان فلان وتحياتي لهم بزاف ولدي والله ما عقلت منهم بزاف، خدموا عندي تلاميذ هكذا وهكذا. يعني انت راك علمت واحد الجيل. واحد الجيل ولدي والله ولدي والله قسم اللزم، هما اللي كانوا يوقفوا قدامي يقول لك هذا الماتر ديالي. نهار اللي خرجني خويا من الدار ديالو قلت له فوالا قلت لها مدام غنمشي دابا ندبر الكريه، وفعلا انا معروف. قلت لها مدام دبرت الكريه نمشي نروح له، ولادي غادي يكبروا وغادي نتعاونوا وغادي. قالت لي ما عندي فين تبعك، انت ما عندك والو. صافي ديكوتيت انا، دخلت للدار ديالي حليت واحد الماريو كان عندي ربع ديال البيبان، حليت جمعت جوج سراول وجوج تاع القمايش واحد الصباط وكذا بالخير درتهم في الصاك. قلت لهم الله يعاونك صافي. واللي دمرني اللي دمرني الاخ ديالي الله يرحمه، مشى ندعي له بالرحمه الله يرحمه مسكين. عندي ولادي ما يجيش يراقبوني، بنتي تلاقيتها مع رجلها والله العظيم ولدي مرجان مرجان هي هي ورجلها بلا بوسيت وهادي، رجلها يتمشى على البسكليت وهي عند لا بوسيت. حتى فات رجلها وكذا والخير دار فيها وكذا عمي ما شتونيش معليش من بعد اباك ودرت هكا اوبا وكذا والخير يا بنتي لا تليفون لا هادي لا هادي ما تعرفيش باك في برا. عسى كان ولدي لا حول ولا قوة إلا بالله.
خطر برا خطر شي صديق يديني مع الناس ولا هادي شي واحد شي صح كرام ديال بانيكين اياه ولدي بالنسبه للماكلة والخروج مع الخوت ولدي بحالك انت جي قصد ولدي قول لك عطيني ناكل تعطيني ناكل اكزاكت ولدي تحاول تدير شي طلب مثلا ولدي داروا لي استاذ عندي هاي درت شي طلب العمل ولا عطوني ولدي الطلب هذا ديال داروا لي استاذ مشيت البيت الرغبة وكذا والخير مشي ارتاح ولدي مشي طلب دار العجز دار العجز ولدي ما قبلونيش والله ما شحال مسكين عليك ولا مازال والو ولدي هاي نمر التليفون كلشي تما ما رضولش كاع الجواب كاع والله ولدي قلت انا قلت مشي ارتاح ولدي قلت مشي دار العزيزه باش ترتاح شويه ارتاح ولدي مشي نصلي الايامات اللي بقاو كدا والخير